أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما قولكم في تفسير قوله تعالى: فطال عليهم الأمد، حيث ذكر بعضهم أن المقصود بذلك بعد زمن الالتزام بالشريعة، فلما رأوا أن الوقت طويل تركوا التمسك بها، فهل هو صحيح؟ نعم، هذا من معنى الآية أنهم لم يصبروا على التمسك بالكتاب، طال عليهم الأمد وملوا فتركوا العمل بالكتاب. هذا نعم من معنى الآية. نعم.